النهارده في بالهنا عاملين اكله لطيفه جدا، فراخ بالبطاطس، ايه رايكم؟ ياه بورينج ودمها تقيل ومتعودين عليها صينيه البطاطس دي من ايام المدرسه، الواحد كان يطلع كده ويوم الثلاث دايما كان يبقى فيه صينيه بطاطس. بس ما علينا بالفراخ، النهارده هنعملها بطريقه مختلفه وسهله ودمها خفيف وريحتها حلوه وطعمها هيعجب ولادنا كلهم ان شاء الله. زي ما انا قلتها بالظبط، هي فراخ وبطاطس، وايه اللي هنحطه معاها؟ هيبقى روزماري وزعتر وبودرة توم، مش توم بحاله، بودرة توم، وملح وفلفل وزيت زيتون، وخلاص. وتدخل الفرن نص ساعة على درجة حرارة 190، عايزينها تبقى مقرمشة ولطيفة، نزودها كمان تلت ساعة كمان عليها. خلينا بقى نبتدي الشغل. البطاطس نجيبها، وزي ما متعودين البطاطس اللي دايما بتعامل معاها ما بقشرهاش الا لو هعملها بيوريه او ليها لازم تتقشر، انما اتكلمنا قبل كده كتير قلنا ان كل فوائد الفواكه والخضار بتبقى عاده موجوده في القشره، فبنغسلها كويس قوي قوي، لازم تتغسل كويس قوي قوي بالفرشه البطاطس، وبعدين تتنشف وتتقطع زي ما انتم شايفين اربع ارباع كده او ويدجز. فخلوني اول حاجه تتعمل زي برضو ما اتفقنا، لو قطعنا البطاطس اول حاجه تتعمل ايه؟ ننشفها علشان تقدر تشيل الزيت والماء، يعني الميه هتنزل الحاجه منها لما تبقى ناشفه زي السفنجه تقوم شاربه كده. الفراخ طبعا تتجاب وتتغسل بالملح بالملح والدقيق غسله كويسه ومحترمه. النهارده عاملين وراك الفراخ، دلوقتي الواحد ممكن يشتري الوراك لوحدها، الصدور لوحدها، فرخه كامله اللي موجوده عندكم اعملوا، بتطلع طعمه جدا جدا معاها. اوكي اهو نشفنا الاشياء كويس، وعندي كمان بطاطاي سايتين احطهم معاها اهو بالعكس. هو نفسي احطه هنا، ايوه كده الشغل بيبقى الطف. ونجيب البطاطسين بتوعنا دول والسكينه، شوفوا لما نلاقي الاسود ده يا ريت نتخلص منه خلاص. بصوا البطاطس دي يعني ما تستعملش، اي حاجه سودة يا جماعه في البطاطس ما بلاش بلاش ناكلها خالص ولا ناكلها لاولادنا، بس طبعا ما نرميش حاجه، نلاقيه كويس يستعمل على طول. اهو وهي الفراخ بتاعتنا، انا هسيبها الدبوسه بدبوستها كده كما هي، ونجيب الحاجات اللي احنا بنعمل بيها هنا. اللي هي ايه؟ اول حاجه خليني احطها الملح الاول، هظبط البطاطس وبعدين هظبط الفراخ فوقيها. اهو فلفل اسود، بودره ثوم، من فين نجيبها؟ طبعا عارفين كلكم من فين، من عطار، من سوبر ماركت، بقت موجوده في كل حته بودره الثوم، وبودره البصل كمان. روزماري فريش وزعتر ودلوقتي كمان هحط الفراخ بإيديا كده. وخلوا هنا زيت الزيتون، هعمل برضو شوية ملح كده على الفراخ.
وشويه الفلفل الاسود. انا بحب الفلفل الاسود كتير، انا بقول لكم الكلام ده كتير جدا فبعيده تاني اهو. والثوم والروزماري والزعتر. بس عارفين الاكلات اللي الواحد يعملها وينساها؟ خلاص دخلوها الفرن، الست رجعت من الشغل مستعجله ومتسربعه، العيال قربوا يجوا، تعمل ايه تعمل ايه، اهو كل الحاجات في نفس الحته في ثانيه تدخل الفرن وخلاص خلصنا. وزيت زيتون بقى. وخلوا بالكم ان وراك الفراخ بالذات بتنزل دهن كتير، يعني بتنزل عندها فاتس كتير، عندها دهون كتير فبتنزلها، فدي برضو هتساوي معاها البتاع. هدخل بقى بايديا علشان كل الحاجات دي لازم تتعمل كده مع بعضها. طعمه جدا جدا جدا، خصوصا لما بنخلي الفراخ والبطاطس بيبقوا كريسبي. اللي هنعمله كريسبي يعني مقرمشين، فهي هتستوي في وقت قياسي نص ساعة، على ما ده يستوي ده هيستوي، إنما القرمشة هتاخد شوية وقت زيادة. وأنا عندي هنا شوية زعتر فريش كمان أحط عليها، مفيش أحلى من الحاجات الفريش. بس وتدخل النار هكذا لمدة نص ساعة. وهرجع لكم بقى الفقرة اللي جاية مع أكلة حلوة برضو سهلة وسريعة وطعمها حلو ومختلفة. أشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم مره تانية والفراخ مستنيينها في الفرن اللي احنا حطيناها مع البطاطس. شفتوا احنا عملنا ايه؟ شكلها يجنن وريحتها طالعه وتهبل. دلوقتي هعمل لكم تاني اكله وهي كسكسي بالطماطم، بصلصه الطماطم مختلف. انا عارفه ان احنا متعودين في مصر على الكسكسي، قلت لكم قبل كده المسكر، بس اي حاجه جديده ومختلفه وبتاكل كتير، يعني كوبايه تاكل عيله ما شاء الله. فنحاول نجرب الكسكسي ده، مش وحش خالص وسهل جدا في عمايله. المقادير بتاعتنا كالآتي: عندنا كوباية تقريبا كسكسي، عندنا بصل متقطع صغير جدا، صلصة طماطم، طماطم متقطعة، زبدة وسكر. أوكي سهلة الحكاية. أول حاجة هعملها عندي شوربة، أنا هعمله بالشوربة عادة. ممكن كمان نعمل الكسكسي طبعا بمنتهى السهولة بالمية مغلية وخلاص، بس أنا عايزة أديله قيمة غذائية أكتر. أوكي هبتدي بقى على طول في الصوص اللي احنا هنعمله لل كسكسي. هشتغل في دي، هننقل دي هنا تسخن على راحتها ودي نعليها. ايه بقى الحكايه؟ بالظبط زي ما بنعمل صلصه المكرونه تقريبا. ايه بقى اول حاجه نعملها؟ اول حاجه هنعملها هتسخن شويه، هنقوم نازلين بشويه زيت زيتون مش كتير هكذا. ناخد المعلقه. الفكره بتاعت ان احنا لازم طبعا نصفر البصله قبل اي حاجه، نصفرها بس او تطرى، مش هتاخد ثواني. عايزه ابص بصه بس برضو لحظه على الفراخ اشوف اخبار شكلها ايه. ممكن بقى في الحاله دي في نص السوى الواحد يغير اتجاه الصينية. دايما بنقول لما بنيجي نعمل فراخ او كده ساعات بيبقى فيه سخونة جوه اكتر من بره، فكل اللي نعمله ان احنا نغير بس كده ونسيبها. اوكي هنا هو بتغلي، اخبار الزيت ايه؟ خلاص سخن، عايزة بس يعمل كده، ننزل البصلاية دي، البولة اللي هنعمل فيها الكسكسي، نحط فيها الكسكسي كده على طول.
ليه بنجيب بوله كبيره؟ لان انتوا عارفين الكسكسي لما بيشرب الميه بينفش جدا جدا جدا، عشان كده بقول لكم ان هو حاجه اقتصاديه جدا. نبتدي نشوح البصله. الكسكسي ممكن يتلعب بيه بطرق مختلفه كتيره جدا جدا. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل البصلايه كده باللون ده واقوم حطها على الكسكسي دلوقتي قبل ما احط الشوربه وكله يبقى مع بعضه. اوكي، انا المره دي قررت ان احنا نعمل حاجه مختلفه شويه عن الكسكسي. في ناس كتير جدا ما بيعرفوش يستمتعوا بيه لانه مش مسكر، بس صدقوني جربوه هيبقى لطيف جدا بدل الرز والمكرونه. يبقى عندنا اوبشنز كده مختلفه. خلاص، لما نوصل لهنا كده هنزل بالطماطم. هنا المية بتغلي، عايزاها تغلي جامد. و احط كمان على طول الصلصه، شويه سكر. دايما بقول لكم لما الواحد يستعمل طماطم وصلصه يحبذ جدا ان احنا نستعمل شويه سكر، لان هي بتقلل شويه من الاسيديتي، بتديها طعامه كده من بعيد حلوه. اوكي، مع التقليب ونسيبها بقى مع بعض تستوي. الشوربه عندنا غليت، كل اللي هنعمله دلوقتي اهي عندنا الكسكسي، نقوم نازلين على طول بالشوربه كده على الكسكسي. ازاي نعرف ان هو كفايه ميه؟ نعرف اول ما الكسكسي يدوبك يبقى كده، ونسيبه نغطيه واسيبها شويه. اوكي، على ما دي تستوي 5 دقايق مش اكتر على النار. لو عايزين تحطوا بقدونس، بس بعد ما نطلعها نقطع بقدونس صغير جدا، وفي الاخر نحط البقدونس عشان لونه يفضل اخضر وريحته حلوه. البقدونس لما بيتطبخ ريحته ولونه بيختفوا تقريبا، بيبقى في حاجه خضراء بس ميتانه كده شويه، وطعمه ما بيبقاش حلو قوي زي ما هو فريش مش مطبوخ يعني. هرفعه من على النار واسيبها تهدى شويه الى ان يتشرب الكسكسي كل الميه بتاعته، اللي هي تقريبا بتاخد 5 دقائق، من 5 ل 10 دقائق ان الميه كلها تتشرب بتاعته. وبعدين بالشوكه هنقيه، زي ما نقول ايه، بنفركه كده او هتشوفوا ازاي بنعمله. الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه؟ نحب نبص. الفراخ بتاعتنا استوت، بس احنا طلبنا او قلنا ان احنا عايزين ناكلها كريسبي او ناكلها مقرمشه، فهنسيبها شويه تقرمش. بطاطس بفراخ وكل حاجه خلاص استوت، بس احنا ايه، عايزين نجود، عايزين الحاجه تبقى صح اكتر. الخلطه بتاعتنا دي اللي احنا عملناها، اللي هي زي بتاعت صلصه خفيفه كده، بالصلصه دي هنسيبها شويه تبرد. كسكسي تقريبا اللي احنا عايزينه حصل، اتشربت الميه بتاعته كلها خلاص. هنبتدي، شفتوا بالشوكه كده الواحد بيفكه. الصلصه بقى اللي احنا عملناها دي هنا كلها هنزلها على الكسكسي ده، وهنقلب دول مع بعض. وفي نفس الطاسه اللي احنا اشتغلنا فيها صوص الطماطم، وننضف الطاسه بتاعتنا كويس قوي قوي، ونحط حته زبده محترمه كده.
ليه؟ عشان هتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي. لازم نبقى متأكدين ان في الزبدة في كل طاسة، في كل يعني ده كأننا بنعمل لها يعني عايزين نبقى متأكدين ان الطاسة كلها مليانة مادة دهنية، لان احنا هنحط فيها الكسكسي عايزاها تسيح خالص. ممكن نحط نقطة زيت برضو، ايه بتساعد، مش عايزة ايه اللي هنعمله دلوقتي بقى؟ هنعمل الاتي، طب هنخليه هنا كده، كسكسي الملح بتاعه والفلفل هايل، انا كنت جربته في الصوص. ننزل بقى بالكسكسي في الحلة دي كده او في الصينية، و بالمعلقة او بالسباتشيلا بتاعتنا او باللي في ايدينا نحاول بمنتهى السلاسة كده نعمل كأننا بنعمل نفردها في كل الطاسة. عشان كده من الأول خالص فاكرين لما قلت لكم عايزين نشتغل في تيفلون علشان حاجات ما تلزقش، ونوطي عليها خالص 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 خالص، ونستنى ونصبر عليها إلى أن احنا نلاقي الحروف بتاعتها بدأت تبقى بني شوية. إيه الفكرة بقى بتاعت الأكلة دي؟ انتوا بتاكلوا كسكسي بالطماطم وفي نفس الوقت كلهم مع بعض زي تورته كده، والقعر بتاعها بيبقى كريسبي، بيبقى مقرمش، لطيفه وحلوه وسهله ومش مكلفه ومختلفه قبل اي حاجه، مختلفه وطعمها حلو. فوطينا خالص اهو النار عليها بدون ما نعمل لها منكفرت ولا اي حاجه، كاننا بنعمل بيض، عارفين لما بنيجي نعمل اومليت وبنستنى عليه، فاحنا اهي قاعدين منتظرين الى ان الحواف بتاعتها تبقى بني. زي ما احنا شايفين كل شويه نلم الكسكسي كده على جنب علشان لما نيجي نقلبه كاننا بنعمل تورته. اوكي دلوقتي بقى هروح اطلع اللي في الفرن عشان خلاص ده وقته. صينية فراخ بالبطاطس لطيفة جدا، والكسكسي بتاعنا تورتة الكسكسي نقول، ناخدها من هنا نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ما بتطلعش بيرفكت، خلوا بالكم ان احنا بنتعامل مع الكسكسي دي حاجة ناعمة جدا وهشة جدا، ف شوفوا شكلها عامل ازاي، هي شكلها يبقى مختلف شويه، احنا بقى نظبطها من عندنا ونقدر نوضبها بقى احنا. لحظه، وهتتوضب بالاسلوب ده. اهي القرمشه، اهي هي اللي بسكت في الطاسه. اجيب بس فينكس بكده. حلقتنا النهارده هتكون خلصت، اللي هي عباره عن فراخ وتورته كسكسي في طاسه عاملينها بالطماطم. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها. القلبه هتبقى مش سهله شويه، ورجعت وقلت لكم ان الكسكسي بيبقى ناعم جدا جدا، فصعب نار هاديه جدا جدا، تقريبا 10 ل 12 دقيقه خليكم، وخلوا عندكم كده روقان، او ما تلاقوا الجناب بدات تبقى بني تقلبوها. والف هنا، امين يا رب. Thank you.